مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة. وفي إطار مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا خلال 24 ساعة الماضية، وحسب نشرة كوفيد 19 التي تصدر عن وزارة الصحة ومن أمام مستشفى محمد الخامس بطنجة، نوافيكم بالوضعية الوبائية ببلادنا خلال 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 592 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 500,530 حالة مؤكدة، فيما تم تسجيل للأسف 7 حالات وفيات، ليصل عدد الوفيات بسبب كورونا منذ بداية الجائحة ببلادنا إلى 8983 حالة وفاة. كما سجلت نفس الفترة تسجيل 542 حالة شفاء، ليصل مجموع حالة شفاء بالمغرب إلى 494,415 حالة شفاء. إذن مشاهدينا الكرام، وزارة الصحة تعلن عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما تم تسجيل 592 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وتسجيل 7 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية كورونا ببلادنا إلى 8983 حالة وفاة. كما عرفت الفترة نفسها تسجيل 542 حالة شفاء، ليصل المجموع الإجمالي لحالات الشفاء بالمملكة إلى 494,415 حالة شفاء. أما فيما يخص عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الأولى من اللقاح، فقد وصل عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح إلى 4,717,551 مستفيد ومستفيدة، فيما استفاد 4,209,470 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الثانية من اللقاح. إذن مشاهدينا الكرام، فيما يخص عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الأولى من التلقيح ضد كوفيد 19، فقد استفاد إلى غاية الساعة السادسة إلى غاية الساعة الرابعة من مساء يومه الجمعة 23 أبريل، استفاد 4,717,551 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد 19، فيما استفاد 4,209,470 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الثانية من اللقاح. أنتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى الوضعية الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي عرفت تسجيل انخفاض ملموس في عدد الإصابات، حيث تم تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بجهة طنجة تطوان الحسيمة وحالة وفاة واحدة، وذلك حسب التوزيع الجغرافي التالي: بطنجة أصيلة تم تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، بالحسيمة تم تسجيل حالتين، بالمضيق الفنيدق حالة واحدة، بالعرائش حالة واحدة، فيما لم تسجل أي إصابة بكل من شفشاون وتطوان ووزان وإقليم الفحص أنجرة. إذن على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة مشاهدينا الكرام، فقد سجل بها خلال 24 ساعة الماضية 10 إصابات مؤكدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، وذلك حسب التوزيع الجغرافي التالي:
بطنجة أصيلة تم تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة. بالحسيمة تم تسجيل 2 حالات مؤكدة بالفيروس، وبالمضيق الفنيدق 1 حالة، وبالعرائش 1 حالة مؤكدة بالفيروس، فيما لم تسجل أي إصابة أو حالة وفاة بكل من تطوان وشفشاون والفحص أجرى ووزان. إذن كانت تلك مشاهدينا الكرام الوضعية الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة خلال 24 ساعة الماضية إلى غاية الساعة 4 من مساء يوم الجمعة 23 أبريل. إذن تم تسجيل مشاهدينا الكرام 10 إصابات مؤكدة بالفيروس وحالة وفاة 1 مسجلة بطنجة و6 حالات مؤكدة، كذلك بطنجة أصيلة الحسيمة 2 حالات، والمضيق الفنيدق 1 حالة، والعرائش 1 حالة. أما على المستوى الوطني فوصل مجموع الإصابات بكوفيد 19 إلى 592 حالة مؤكدة جديدة و7 حالات وفيات و542 حالة شفاء. تحية لكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم هذا المباشر من طنجة. استعرضنا لكم بالأرقام الوضعية الحالة الوبائية ببلادنا وعلى المستوى الجهوي. إذا مزيدا من الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام، كيفما لاحظتوا حالات الارتفاع ما زالت على المستوى الوطني بعدد الإصابات بفيروس كورونا. مزيدا من الحيطة والحذر، التزموا بارتداء الكمامات الوقائية، رجاء التزموا باحترام مسافات الأمان، وكفى من التراخي بعد الإفطار. الله يخليكم، التزموا بالجلوس في منازلكم، لأن كما يلاحظ البعض في بعض الأحياء الشعبية خاصة على مستوى مدينة طنجة، هناك بعض شباب الحي وبعض الأشخاص يخرقون حظر التجوال الليلي ويتقاسمون السمر الليلي حتى اقتراب بموعد السحور. للأسف فهذا الخروج ستكون له عواقب وخيمة إذا ما التزمناش بالتدابير الاحترازية خلال شهر رمضان الكريم. مشاهدينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.